مرحبا بك محبي المنتخب الجزائري، متى سنجمع الشراكة بعصر كوكو الجديدة للجزائر؟ وشكرا لكم. إذن الجزائر وقعت في مجموعة بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، أفضل مجموعة لها في المجموعات الأخرى بما أنها أسهل مجموعة. توقيت مباراة بوركينا فاسو ما بين 15 أكتوبر 2020. القناة الناقلة هي القناة الأرضية، أما خارج الديار فهي قناة سبي إسبار الفرنسية في أسطرة. في الأخير متنسوا تجمعوا الشراكة.